ابارك لك على مسلسلك الجميل ليلى. عملت شخصية الحقيقة جبارة. الحمد لله الحمد لله. فرحتي ان الشخصية قريبة من والدتك. هو يعني هي قريبة بس مش هي، لكن هو قريب. ردود الافعال بقى اكتر رد فعل عجبك؟ لا ردود كتيرة، في بس ولاد بنات كده شافوني في المول خافوا قالوا سهير سهير قد كده يا ولادي الادب، شايفاكم بتشربوا سجاير قد كده متاثرين بالشخصيه وقد كده الدراما الناس بتصدقها. طبعا 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 الحمد لله.